كذلك قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الترشح المشترك بين المغرب والبرتغال وكذلك إسبانيا لتنظيم كأس العالم 2030 يحمل دلالات رمزية للتقارب الثقافي والإنساني بين هذه البلدان الثلاثة. كتعتبر هذه القمة فرصة للاحتفاء بأواصر الصداقة المغربية البرتغالية، مع العلم أن هذه الدورة عندها طابع استثنائي كونها كتجي بعد حدث اللي هو مهم كيتمثل كما أعلن ذلك صاحب الجلالة في تقديم المغرب والبرتغال إلى جانب إسبانيا لملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، بما يحمله هذا الترشح من دلالات رمزية للتقارب الثقافي والإنساني بين هذه البلدان.